الموضوع ينضم إلينا الدكتور أكرم قلوان، طبيب بمستشفى مصرات المركزية. بداية دكتور قلوان، ما هي آخر حصيلة للشهداء والجرحى في أيام العيد؟ بالنسبة لليوم استقبل المستشفى كما أوردته في التقرير، ولكن أضيف إلى هذا عدد جريح ومصاب آخر، يعني ترتفع حصيلة هذا اليوم إلى 8 جرحى، إصابتهم كلها يعني بين المتوسطة، تتفاوت بين المتوسطة والبسيطة. وجدت العدد منهم عدد ممكن 3 جرحى عمليات جراحية، عدد 2 مستعجلة، والآن الكل حالتهم مستقرة ولله الحمد لله. لا شهداء طبعا لهذا اليوم يعني. طيب ماذا عن الإمداد الطبي لمستشفى مصراتة؟ بالنسبة لل طبعا احنا في الوضع الحالي يعني نترقب، يعني في اي يوم يعني تندلع الاشتباكات وتاتي ساعة الحسم باذن الله، ولكن الوضع من ناحية الامداد يعني يعتبر يعني جيد جدا، نقدر نقول اللي هو معقول، يكفي لايام يعني ويكفي للمرحلة القادمة. لا ندري ماذا تحمل الساعات القادمة، هل تطول للأزمة؟ نسأل الله ان يعجل بالنصر، ولكن بالنسبة لل الإمداد المتوفر في الوقت الراهن يعتبر يعني من جيد إلى جيد جدا. الوضع الميداني هو اللي يتحكم باللي هي الأوضاع داخل المستشفى مصرات المركزي، خصوصا قسم الطوارئ. عدد الحالات التي تأتي إلينا طبعا نتيجة الاشتباكات، طبعا احنا متوقعين ان يعني او مترقبين الساعات القادمة ما تصل إليه الاوضاع داخل مدينه ترك، لان اعتقد ان الوضع الميداني يعني في يعني ترقب لساعات الحسم، هذا اللي بننوه عليه من ناحيه الامداد الطبي. الامداد الموجود داخل المستشفى يعني منطقيا يعني يكفي هذه الفتره يعني، والله ولله الحمد يعني. طيب دكتور قلوان، بالنسبه للمستشفى الميداني كيف هو الوضع هناك؟ بالنسبه للمستشفى الميداني نعم. بالنسبة للمستشفى الميداني طبعا هو أغلب الدعم يأتي من داخل من مستشفى مصرات المركزي، طبعا مجموعة من العناصر الطبية المساعدة يعني تقوم بعمل مناوبات داخل مستشفى مصرات المركزي وداخل المستشفى الميداني مع عدد من المتطوعين. أيضا عندك مجموعة من الكوادر الطبية تأتي من مراكز طبية أخرى داخل مدينة مصرات ومن خارجها من المدن المجاورة القريبة. طبعا المستشفى الميداني يعني تم يعني توفير يعني مستلزمات اللي هي الاجراء، طبعا عدد من الجراحات يعني او العمليات الجراحيه المستعجله لانقاذ حياه الجرحى. المستشفى الميداني اعتقد انه هو يعني ما يختلفش، يعني ما يقدمش في اسعافات اوليه فقط، يعني يقدم في عمليات جراحيه، يقدم في علاج اللي هي الجرحى، وحتى اهالي المنطقه يقدم لهم المساعدة الطبية الضرورية واللازمة. طيب دكتور قلوان، ربما نعود إلى السؤال الأول، أنت حدثتنا عن أن هناك 8 جرحى لهذا اليوم، أليس كذلك؟ مظبوط. طيب ماذا عن أول أيام العيد وثاني أيام العيد؟ اليومين الماضيين كم هو عدد الجرحى؟ بالنسبه لاول ايام العيد يعني ما عندناش يعني لم تصل المستشفى الميداني الا تصل المستشفى الطوارئ الى عدد بسيط من الجرحى، يعني ممكن الحصيله النهائيه لا تتجاوز ال 20 جريح يعني ايام العيد. وطبعا مش نتيجه الاشتباكات، يعني نتيجه يعني سقوط يعني قذائف عشوائيه من هنا وهناك. اليوم الجرحى اليوم يعني نتيجه قذيفه هاون، يعني مش نتيجه اشتباكات مباشره. ايام العيد الثلاثه نقدر نقول ان هي تشهد هدوء حذر من الجانبين، ممكن القوات البنيان المنصوص تشهد يعني استعدادات يعني لحسم معركه سرت، واللي هو اكتشاف يعني مرتزقه داعش من داخل المدينه. بالنسبه زي ما قلت لك حتى عدد الشهداء عندنا عدد ممكن 3 شهداء، الجرحى يعني عندنا عدد بسيط جدا يعني حالتهم يعني حرجه، والنسبه الاعلى من الجرحى الذين وصلوا ايام العيد في مستشفى مطرات المركز قسم الطوارئ اصابتهم بسيطه او نقدر نقول طفيفه. نعم. اذا دكتور اكرم قلوان، طبيب بمستشفى مصرات المركزي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.